عودة لعشرة صبح الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. أولى فقراتنا الحوارية هنتكلم فيها عن رياضة الانزلاق أو السكيت، وكنت بقول لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة بنشوف في الفترة الأخيرة وبوفرة في كل الشوارع المصرية ولا سيما في منطقة وسط البلد، وعايز أعرف إيه سر المنطقة دي بصفة خاصة. بنشوف دايما كتير من الشباب والشابات وحتى الرجال والسيدات بالباتيناج بتاعهم وعاملين يعني حاجة عظمة على عظمة. الحقيقة الرياضة دي طول عمرها كانت موجودة في مصر، بس في أوقات اختفت فيها شوية ورجعت في الفترة الأخيرة ورجعت بقوة كمان. تعالوا بقى نتكلم أكتر عن هذه الرياضة وعن تفاصيلها وعن قوانينها مع كابتن محمد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للانزلاق للهواة. يا صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا كابتن كريم. اخبار حضرتك ايه؟ كل تمام يا فندم؟ الحمد ايه سر منطقه وسط البلد وكورنيش التحرير، كورنيش النيل بالتحرير بالذات؟ هو حضرتك انا من وجهه نظر انا برضو الشخصيه ان المنطقه دي في شبكه طرق دلوقتي في مصر، شبكه طرق جميله جدا ممهده، الطرق كلها ممهده. منطقه وسط البلد فيها طرق كتير ممهده جدا، وبجانب ان اغلبيه الشباب اللي بيمارسوا اللعبه دي بيبقوا دايما من وسط البلد، لا اما من الزمالك من مهندسين، فبيمارسوا دايما المنطقه دي بتاعتهم يعني. بجانب ان المنطقه دي من زمان جدا سنه 1940 تقريبا كانت بدايه انتشار اللعبه، كانت في منطقه الزمالك، يعني اغلبيه الاجانب والمصريين القدامى كانوا بيحبوا يمارسوا اللعبه دي كهوايه يعني. طبعا ابتدت سنه 1958 يتشهر لها اتحاد، واول لعبه اتلعبت في الاتحاد كانت لعبه الهوكي، هوكي الانزلاق. اوكي. هوكي الانزلاق دي عباره عن فرقتين، خمس لعيبه قصاد خمس لعيبه، اربعه وجون، ولعبه على فكره جميله جدا، وكانت اول لعبه في الاتحاد فيها منافسه جامده جدا، عصايه والكوره وازاي يجيب جون في المنافس، ولعبه حماسيه جدا. اكيد. طبعا. بعد كده ظهرت لعبة السبيد اللي هي السرعة. لعبة السرعة دي هي لعبة عدو، بس عدو بالباتيناج. اوكي. خط بداية وخط نهاية وزمن ومسافة بيقدر سباق بمعنى بتعرف عليه. بالظبط. عندنا مسافات لحد 15,000، وفي ماراثون بيوصل لحد 45 كيلو. اوكي. أنا عايز أقف مع حضرتك عند تفصيلتين. أولا فيما يتعلق بالاتحاد، أنا وأنا بذكر التايتل بتاع حضرتك بالاتحاد ذكرت في الاخر ان هو الاتحاد المصري للهواه. هو الاتحاد مش غريبه دي ولا انا فاهم غلط؟ لا حضرتك فاهم صح. الاتحاد المصري للانزلاق للهواه. لان زي ما قلت لحضرتك في الاول ان اللعبه دي في بدايتها خالص من قبل ما يتم اشهار الاتحاد كانت لعبه هواه. ناس اوكي، بس مش المفروض مع اشهار الاتحاد يتحول الامر لانه يكون اتحاد للمحترفين؟ حافظنا على الاسم علشان هو الاسم لسه زي ما هو، يمكن في المستقبل زي ما حضرتك بتقول نبتدي نغير الاسم، بس احنا الاسم العربي ثابت، الاسم الانجليش اتحول بقى ايجيبت سكيت. أوكي. بقى زي الاتحاد الدولي. اصل يا فندم الشباب والشابات اللي انا بشوفهم في منطقه وسط البلد بالباتيناج والسكيت بتاعهم، انا ما اعرفش هم بينتموا للاتحاد ولا لا، يعني قد يكون مثلا منهم من لا ينتمي اصلا للاتحاد، لكن انا بشوف كل اشكال الاحترافيه بيعملوا اكروبات يا فندم في الشوارع. يعني كل اشكال الحركات حتى البهلوانيه بيعملوها، فايه ده؟ هو اللعبه دي فيها يعني بتطلع طاقه الشباب. انا شايف يعني من وجهه نظري ان طاقه الشباب واحساسهم بالحريه، ان انت تحس ان انت يعني الباتيناج، حذاء الباتيناج هو جزء لا يتجزا من جسمك. أيوة. فانت تعتبر ما فيش حاجه منعاك ان انت تجري وتطير وتنط وبتاع، فاحساس الحريه والانطلاق دي موجوده دايما حتى في شباب المصريين. في منهم يا فندم لو في عربيه مثلا ربع نقل تلاقي واحد منهم انا مش حابب طبعا ده جزء خطير كدا. في الموضوع بس يعني. هو فعلا انتشرت وانتشر بشكل كبير قوي في الفتره دي. وزي ما انا قلت لك انطلاق، احساس بالانطلاق والحريه، انت ممكن تجري على سرعه 60 كيلو بالباتيناج. احساس الطاقه اللي بتطلع من الشباب، الطرق اللي بتساعد، الطرق بصراحه شبكه الطرق كويسه جدا، الطرق كلها ممهده مسافلتها، فبتساعد الشباب على اللعب يعني. طب احنا ليه معتمدين على وجود شبكه طرق مميزه عشان الشباب يمارسوها؟ طب ما فيش اماكن تانية ممكن تبقى اكثر امنا بالنسبه لهم؟ لان برضو مهما كان الامر ما يخلاش من وجود مطب هنا. مزبوط. حفره هنا. مظبوط مظبوط كلام حضرتك مظبوط. احنا كاتحاد طبعا احنا على قد الامكانيات المتاحه بنقدر ان احنا نوفر ملعب، يعني مثلا احنا حاليا بنعمل بطولاتنا لا اما في استاد القاهره في الصاله بتاعه الدرجات، لا اما في ملاعب تكون ملعب كره قدم يكون متسفلت. في ملعبين في مصر بنلعب عليهم، ملعب نادي العبور وملعب نادي ايروسبورت.
ملعبين مسافلتين، الملعب كره قدم عادي بس حوالي متسافلت. هو ده اللي بنعمل عليه بطولاتنا طول السنه. احنا بنعمل حوالي لا يقل عن 15 بطوله في السنه، منهم السرعه ومنهم الهوكي. الهوكي احنا عندنا في كذا نادي ملاعب هوكي 20 في 40، الملعب مش محتاج الا بلاط 20 متر في 40 وتكون متبلط وحوالي سور عشان تقدر ان انت تمارس فيه لعبه الهوكي. طب ده احنا بنقول ان في الفتره الاخيره في مصر طفره فيما يتعلق بالبنيه التحتيه رياضيا، يعني البنيه التحتيه الرياضيه، فمن باب اولى يبقى في مضمار، لان انا بيتهيألي ان انتم متطلباتكم في الحاله دي مش كتير. ليه ما يكونش في مكان مخصص للفعاليات للتدريبات للمعسكرات للمسابقات المختلفه؟ والله يا فندم احنا بنخاطب الوزاره، ويعني معالي الوزير مش بيتاخر علينا في حاجه. احنا محتاجين فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا محتاجين تراك 200 متر نقدر ان احنا حتى ندعو الاتحاد الدولي ان يجي يعمل بطوله عالم عندنا. احنا محتاجين فعلا التراك ده، واحنا بنسعى وبنتعامل، وربنا يسهل من خلال قناه حضرتك يجي اي سبونسر يقدر ان هو يدعم الاتحاد. جميل. هل في خطه معينه انتم شغالين عليها تشمل فكره الوصول للموهوبين اللي موجودين في المدارس مثلا في محافظات مصر المختلفه، في الكليات في المعاهد؟ يعني في تعاون بين وزاره الشباب والرياضه وبين حضراتكم في الاتحاد وبين وزاره التربيه والتعليم او الجهات المعنيه اللي ممكن تدخل في اطار الاتفاق ده لو اتعمل؟ هو في خطه بس هي ماشيه ببطء شويه، يعني احنا حاليا ابتدينا نتواصل مع وزاره الشباب والرياضه قطاع الرياضه ان احنا نعلن في 7 محافظات، هنعمل مشروع في 7 محافظات طبعا في مراكز الشباب اللي تابعه للوزاره، ان احنا نقدر ان احنا نعمل معسكرات جوه مراكز الشباب، نوفر لهم مكان 20 في 40 ممهد انه يلعب فيه كنوع من بدايه ان احنا نطلع الموهوبين من خلالهم. احنا في الفتره الاخيره قبل بطوله افريقيا للفريستايل، الفريستايل دي لعبه جديده ما دخلتش لسه جوه الانديه بشكل كامل، ابتدينا ان احنا نعلن للموهوبين اللي في الشارع زي ما حضرتك شفتهم ان احنا نعمل لهم اختبار، وجبنا حد من بره. هتلاقوا فيهم نجوم في الفريستايل فعلا. احنا طلعنا منهم منتخب، والمنتخب حصل على المركز الثالث، ودي حاجه يعني اول مره تشارك في بطوله رسميه افريقيه في مصر بموهوبين اللعب الحر. انا عايز اقول عليه اللاعب الحر اللي لا ينتمي لنادي، بيتدرب بنفسه، هو اللي بيدرب نفسه بنفسه، وقدرنا ان احنا نحصل على المركز الثالث. فما بالك لو الناس دي اتدربت بقى كما ينبغي هيحصل ايه؟ والله يا فندم هو كل اللاعبين في مصر بيعتمدوا على نفسهم في التدريب. نتمنى ان احنا نوصل للاحترافيه زي ما حضرتك بتقول، وان شاء الله ان شاء الله احنا حققنا حاجات كويسه في الفتره اللي فاتت على قدر الامكانيات المتاحه. بصراحه عندي حاجه كده يعني خطرتي على بال، مش عارف ايه امكانيه تنفيذها او جدواها بالنسبه لكم، واعتقد هي مجديه في نهايه المطاف، فكره اللي يبقى في تعاون ما بينكم وبين وزاره السياحه تحديدا لعرض واستعراض الجمال اللي موجود في مصر من خلال كاميرا مثبته على خوذة حد من اللعيبه دول مثلا لابسها، او حد بيصوره وهو بيطير بالسكيت بتاعه في مكان خلاب من الاماكن الخلابه الكثيره اللي موجوده في مصر، نستعرض جمال بلدنا من خلالهم، وفي نفس الوقت وبشكل غير مباشر نبقى القينا ولو شيء من الضوء على هذه الرياضه وعلى ممارسيها في البلد. عظيم. حضرتك انا برضو من خلال القناه احنا بنعلن عن يوم 12/1 في بطوله عالميه في الاقصر تحت مظله هيئه تنشيط السياحه وزاره السياحه. هي اصلا البطوله دي سنويه بتتعمل كل سنه للجري وعلى هامش البطوله طلبوا مننا ان احنا نجيب لهم فريق او ندعو لفريق يدخل سكيت مع الجري. وهتبقى اول بطوله، واتمنى ان شاء الله انها تنجح، وهتبقى دي فعلا الباب اللي هيوصلنا باذن الله للي حضرتك بتقوله، التعاون بشكل مباشر مع جهات السياحه ان شاء الله لنشر اللعبه، لان عندنا اصلا في العالم كله هم عايزين يجوا يعملوا ماراثون عندنا عند الهرم، وده ان شاء الله خطه باذن الله ننفذها في القريب العاجل ان شاء الله. طيب متطلبات اللي لازم تبقى متوفره في اي بني ادم عشان يصلح لممارسه هذه الرياضه؟ والله ما فيش اي متطلبات غير حاجه واحده بس، يعمل كشف طبي ان هو لائق طبيا انه يجري، ويكون اكيد الوزن برضه دي عامل ولا ايه؟ والله يا فندم ابدا، يعني هو لو يقدر يتوازن ويقدر يبقى متزن على السكيت بتاعه وبيحب اللعبه هيقدر ان هو يأدي فيها.
طبعا يعني اكيد هو لما يحس ان هو ابتدى يمارس اللعبه هو من نفسه بينزل جسمه للمستوى المطلوب. ممكن يبقى حافز لوحده طبعا. بالظبط بالظبط بالظبط. اوكي. اخر بطولات تم تنظيمها في مصر او اللاعبين الموهوبين المصريين شاركوا فيها بره مصر كانت ايه؟ في بطوله في شهر 10/22 شاركنا في بطوله العالم للسرعه. يعني كانت فين يا فندم؟ كانت في ايطاليا. اوكي. وان شاء الله السنه دي برضو في بطوله عالم في ايطاليا. بطوله العالم في ايطاليا احنا حققنا مركز 11، ودي حاجه يعني احنا 45 دوله بيشاركوا في فعشان نوصل للمركز ال 11 من بعد ما كنا في. واللي شاركوا مين بقى؟ ناس بيمارسوا الرياضه دي بشكل نظامي تابعين للاتحاد ولا موهوبي الشوارع؟ انجاز التعبير. منتخب رسمي. منتخب رسمي. منتخب رسمي. أوكي. منتخب مصر طالع بيمثل مصر. كابتن شهد حققت المركز ال 11، وفي كابتن فريده حققت مركز ال 15 في ال 15 كيلو، واول مره ان احنا نحقق مركز في المسافات الطويله. جميل. احنا وحضرتك بتتكلم احنا شايفين صور على الشاشه، اعتقد ان فيها كمان اللي هو الهوكي اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه. ده الهوكي. احنا حصلنا على المركز الثاني وتاهلنا لبطوله العالم في ان شاء الله في شهر 10 الجاي. ده المنتخب بتاعك؟ ده منتخب مصر. اوكي. منتخب مصر العمومي و19 سنه، وحصلنا على المركز الثاني في العمومي والميداليه. وشايف ثلاث كؤوس كده ما شاء الله منورين. حصلنا على المركز. احنا الحمد لله رب العالمين عملنا انجاز في الفتره القصيره الاخيره، انجاز يعني ان شاء الله غير مسبوق. طب حضرتك شايف يعني مستقبل الرياضه دي في مصر عامل ازاي او ممكن يوصل بينا لفين؟ احنا حاليا يا فندم في يعني الرسم البياني كيرف طالع على طول ان شاء الله طالع لفوق. أنا شايف إن في المستقبل الرياضة دي هتبقى ليها شأن عظيم، لأنها رياضة بسيطة وفي نفس الوقت محفزة وبتطلع طاقة الشباب اللي نفس أي حد إنه يطلعها، إنه يحس إنه منطلق بيجري، مفيش حاجة منعاه إنه هو ينطلق في الشارع حتى زي ما حضرتك شفت في وسط البلد. تاري الرياضة دي متطلباتها يعني المادية ممكن تبقى أقل بكتير من غيرها، أعتقد إن الموضوع محصور إلى حد كبير في البتن في الحذاء مش كده؟ الحذاء يعني زي أي رياضة في الدنيا بيبقى فيها نوع من التكلفة. بتبتدي التكلفة ممكن تبقى من 1200 لحد 20,000 جنيه كباتيناج. الباتيناج اللي هو بسعر ال 20,000 جنيه ده باتيناج المحترفين بقى. الباتيناج التعليمي وكده ممكن يبقى في حدود 1200 او حاجه. جميل. في مخاطر معينه ممكن تبقى يعني تقابل اي حد بيمارس هذه الرياضه؟ هو كل الالعاب معرض للاصابه بطبيعه الحال. هو كل الالعاب فيها نسبه مخاطره. لعبة السكيت لو هو قدر ان هو يلبس الحماية اللازمة كخوزة كوع او للركب بالظبط الركب كده، وقدر ان هو يلعب في الاماكن اللي مش خطرة ويكون يعرف امكانيات نفسه، يعني كل واحد بيقدر يعرف امكانيات نفسه، انا قادر اتزاني قوي ولا اتزاني لسه مش قد كده، فما خطرش ان انا العب رياضه وانط من فوق حواجز الا لما احس ان انا وصلت للمستوى المطلوب. يعني احنا في دردشه سابقه مع حضرتك في الفاصل قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم وحضرتك ذكرت لي ان في انواع معينه من هذه الاحذيه بيتلعب من خلالها منافسات بعينها مش موجوده عندنا منها في مصر زي الايس سكيتنج مثلا والحاجات دي. الايس سكيتنج دي ده اتحاد تاني خالص. اتحاد مستقل. اتحاد مستقل ما نشعر بيه. انما احنا الاتحاد بتاعنا هو السكيت اللي هو بالعجل. العجل احنا في نوعين من العجل، اما اربع عجلات لا اما عجل صف واحد. مظبوط. العجل الاربع عجلات ده بيتلعب بيه الهوكي وبتلعب بيه الفريستايل. الفريستايل ممكن لو انا كنت باعت حاجات في بطولة العالم فقرات صغيرة كده في بطولة العالم كانت في إيطاليا برضو. أوكي. بناتنا عملوا برضو تمثيل مشرف هناك كانوا أربعة لو تعرضت دلوقتي. الباتيناج اللي هو الخط الواحد ده بتاع السرعة ده بتاع السبيد. أوكي. بالنسبة تكلفتهم غالية يا فندم؟ هو والله حضرتك زي ما قلت لك بنوصل مثلا من 1200 اللي هو التدريبي العادي بيتدرب بيه لحد ممكن يوصل ل 20,000 جنيه لو خلاص هيمارس بقى ويطلع يسافر بره ويمارس اللعبه بشكل احترافي. والاتحاد بيوفر بقى الحاجات دي ولا اصل ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لان في بعض الاحيان ومش بعض الحقيقه وفي كتير من الاحيان بنلاقي ان في متطلبات
رئيسية طبيعي جدا هي ممكن تكون متوفرة للاعبين، وللأسف نتيجة ضيق ذات اليد زي ما بيتقال مفيش إمكانيات تسمح بكده. فأنا متخيل إن لو الأحذية دي تم توفيرها بوفرة دي لوحدها ممكن تبقى عنصر جذب لأبطال مستقبليين جدد بس ما عندهمش القدرة المادية إن هم يشتروا مثلا حذاء من دول بالقيمة دي. والله أنا ما أضحكش على حضرتك، الإمكانيات الاتحاد بتعتمد اعتماد كلي على البطولات، فما بيبقاش عندها القدره انها تقدر تغطي اللي حضرتك بتقوله. لكن احنا في الفتره الاخيره قدرنا نتعامل مع شركتين رعاه قدروا ان هم يوفروا للاوائل العجل المعدات اللي ممكن تستخدمها في الباتيناج. يعني العجل الحذاء نفسه بيبقى له عجل، بيبقى له هيكل، وبيبقى له مفاتيح بيقفل بيها ويفتح فيها، فقدرنا ان احنا نعمل الكلام ده كنوع من انواع التحفيز للبطوله. ده اللي قدرنا عليه، ونتمنى ان شاء الله يجي راعي اقوى ويقدر يوفر باتيناج للاوائل، ويبقى زي ما حضرتك قلت يبقى الاول ياخد باتيناج هيحفزه ان هو يوصل أكيد. ونقدر نوصل للموهوبين. مين اسياد العالم في الرياضه دي واحنا فين منهم؟ كولومبيا هي اسياد العالم بالنسبه للعبه السبيد. اوكي. ايطاليا بقى وفرنسا وكده دي لعبه الهوكي. احنا فين منهم؟ احنا رقم 11 على العالم في السبيد، احنا رقم 2 في افريقيا. لسه احنا ان شاء الله في بطوله العالم السنه دي بنعمل اعداد جامد جدا للهوكي ان احنا نقدر نوصل ونقدم نفسنا خطوه لقدام. بالنسبه برضو للسرعه بنحاول نقدم نفسنا ان شاء الله خطوه لقدام. فري ستايل يعني نتمنى ان احنا نشارك السنه دي في بطوله العالم ونحقق فيها مستوى لاول مره لان احنا ما شاركناش فيها قبل كده. بعيدا عن الاحترافيه، هل في اي فرصه ان الرياضه دي تبقى بتمارس بشكل شعبي وتبقى اقرب لتسميتها بنمط حياه؟ هي حاليا يا فندم بتمارس بشكل شعبي، يعني النهارده في جميع الكومباوندات الولد او البنت بياخد الباتيناج بتاعه وبيروح يجيب حاجه من سوبر ماركت او كده من جوه الكومباوند، بتبقى وسيله مواصلات. يعني عارف زي ايه حضرتك مع الفرق طبعا زي مثلا ما في هولندا كده. أيوة أيوة. الدرجات الهوائيه العجل يعني ده نمط حياه عند الشعب كله. الباتيناج افضل ليه بقى؟ لان الباتيناج ما بشيلش هم ان انا هسيبها فين طبعاً. العجله هسيبها في مكان مخصص واربطها باتيناج انا بطبقه وبحطه على الشنطه على كتفي وبطلع طبعاً. اعمل مشواري وانزل البسه تاني في الشارع وامشي، فهو وسيله افضل من العجل حتى تخف زحمه العربيات بالزحة. اللي خانقه الدنيا. انا نفسي بس يتعمل لهم اماكن مخصصه في الطرق زي ما كان زمان العجل ليه مكان مخصص محدش بيدخل فيه الا العجل. دي العجل جنب الباتيناج هتبقى الامور اسهل بكتير اما يمشي في وسط العربيات، وربنا يستر على اولادنا يا رب. عموما اللهم امين، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق في الخطوات اللي انتم يعني هتاخدوها الفتره اللي جايه ان شاء الله، وسعيد ومتشرف بوجود حضرتك معانا. نورتنا. انا اكتر يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بقى نتكلم باستفاضه عن مشوار النادي الاهلي في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه في ثاني واخر فقرات الحواريه. خليكم معنا.